السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية ومحددة شرط السن في 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وبعد إعلان الوزارة مباشرة توالت ردود فعل الغاضبين من شرط السن، واعتبر المتفاعلون مع الموضوع شرط السن للانتقاء في هذه المباراة بمثابة إقصاء للعديد من الكفاءات، حيث أشار العديد من المتفاعلين أنه تم إقصاؤهم بسبب شرط السن غير القانوني الذي يتنافى مع ما جاء به الدستور المغربي وقانون الوظيفة العمومية. وقال أحد المعلقين بأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أقصاه من حقه بجرة قلم، ولم يراعي كفاح الوالدين مع ابنهما ولا كفاح طالب سعى سنوات عديدة إلى تكوين نفسه جيدا ليحصل على شواهد تخول له العمل بكل كرامة. وتساءل غاضب آخر عن موقف النقابات من هذا الشرط، طارحا مجموعة من الأسئلة من قبيل: هل ستقبل النقابات شرط تحديد السن في هذه المباراة خلال الحوار المتوقع إجراؤه الاثنين المقبل، أم أنها ستذبح المعطلين الذين يتجاوز سنهم 30 سنة ومعهم الإجازة الأساسية في الأعوام المقبلة، كما ذبحت الأساتذة في التوقيع على النظام المآسي حسب تعبيره. وطالب عدد من المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجمعيات والنشطاء الحقوقيين ضرورة الدفاع عن حقوق ذوي الكفاءات وأصحاب الشهادات من أبناء الشعب من أجل مواجهة الشروط المجحفة التي تقصيهم من حقهم في الوظيفة العمومية، وعلى رأسها شرط السن المحدد في 30 سنة. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أعلنت عن إجراء مباريات التوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.